سيعاني ويعاني ويعاني أمام الهلال. هذا ما فعلت. يا سلام، هاتريك 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 لهذا الوحش الفرنسي. جوميز مع ابتسامة طارق التويجري وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، ابتسامة ابتسامة جميلة. لكن هذا الفرنسي، هذا جوميز، هذا الوحش، هذا الجلاد، هذا الذي لا يرحم، هذا من يعرف طريق الشباك، هذا من يهز مرمى الخصوم. هذا 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 أي فريق يتمناه؟ مثل هذا اللاعب أي فريق يتمناه؟ جوميز صفقة ناجحة بالنسبة للهلال من الناحية التحديثية.